أيام طويلة صعبة عاشتها البورصة المصرية بانتظار قرار واضح يحسم جدل الدائرة منذ سنوات بشأن الضرائب المفروضة على السوق، حتى خرجت الحكومة بحزمة قرارات تحفيزية تهدف لتنشيط أداء البورصة وتحسين بيئة الاستثمار فيها. فالقرارات التي طال انتظارها حسمت واحدا من أكثر الملفات جدلا في البورصة المصرية بعد أن حددت طبيعة الضرائب المفروضة على التعاملات في السوق، حيث ألغت ضرائب الدمغة على المتعاملين المقيمين وخفضت رسوم التداول التي تحصلها البورصة والرقابة المالية وغيرهما مع خصمها من الوعاء الضريبي، كما خفضت الضرائب على أرباح الطروحات الجديدة خلال أول عامين بنسبة 50%، وخفضت الضرائب على الأرباح الناتجة عن استثمارات الأفراد في صناديق الأسهم إلى 5% مع إعفاء صناديق الأسهم من كافة أنواع الضرائب. أتوقع أن تأثيره هيكون إيجابي على السوق المصري وعلى الأفراد اللي تم حساب مصلحتهم بالصورة الأكبر، سواء كانوا أفراد بيتعاملوا في السوق أو أفراد بيتعاملوا في صناديق الاستثمار، لأن ده أمر هام جدا، لأن طبعا تم مراعاة في هذه القرار صناديق الاستثمار والأفراد اللي بيتعاملوا فيها، كان في عدة قرارات مشجعة فيما يخصهم. أتوقع أن ده هنجني نتائجه خلال الفترة القادمة. ومع الإعلان عن حزمة التحفيز الجديدة والتي أكدت على عدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين الأفراد في البورصة، تكون الطريق قد مهدت أمام بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات اعتبارا من مطلع العام القادم. كانت دايما الناس مش عارفة هتحسب ازاي، كان في توضيح ان هي هيتم خصم كافة المصاريف اللي بيتحملها العميل، وكمان هتبقى فيه خصم لتكلفة الفرصة البديلة، عشان كان دايما العملاء بتتكلم ان هو انا النهاردة ممكن احط فلوسي في البنك واخد العائد وما ادفعش ضرائب خالص، فبرضو دي هتتعمل في الحسبان ان هو هيبقى فيه خصم للمصاريف ديت. فهي طبعا طريق تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية افضل من ضريبة الدمغة المطبقة حاليا. كما نصت القرارات الجديدة على انشاء وحدة خاصة في هيئة الاستثمار لحل كل المشكلات التي ترتبط بالشركات المقيدة في السوق. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية، القاهرة.